مرحبا، رجعنا لكم في حلقة معرفية جديدة في عالم الزراعة. الليلة نتكلم لكم عن تكنولوجيا تربية الأغنام أو الخرفان، ونشاهد كيف يتم استخدام هذه الآلات الحديثة لإنتاج كل من الصوف واللحم والحليب والجلوط، بالإضافة إلى التغذية الآلية وغيرها. في الأعوام السابقة عملت الجامعات ومراكز الأبحاث على تطوير عدد من السلالات المختلفة، والتي تتميز بقدرتها على التكييف على حسب البيئة المتواجدة فيها. يعني ممكن نلقى الأغنام في أماكن زي المرتفعات الباردة والرطبة، وده بالذات في شمال أوروبا أو المناطق الإفريقية القاهرة وآسيا وأستراليا. والتطوير المذهل ده مع استخدام التكنولوجيا هذا جعل الإنتاجية تفوق عدة مليارات دولار سنويا. هذه تعتبر من المزارع الضخمة المتواجدة في كل من أستراليا ونيوزيلندا، وتصل تكلفة المعدات والأدوات المستخدمة في المزارع أكثر من 4.7 مليار دولار. وهذه الآلة تعتبر الوحدة الرئيسية المستخدمة في مناورة الأغنام داخل المزارع الضخمة، وده بسمح لنا أن نضع الغنم في الوضع المناسب من أجل إجراء أي عمل بيطري، سواء كانت التطعيم وغيرها أو استخدامها كوحدة تثبيت أثناء إزالة الصوف. طبعاً ده بيجي كنظام كامل فيها مسارات المفروض يمشي فيها الأغنام إلى أن يصلوا إلى الوحدة الرئيسية، وفي نفس الوقت فتح لنا إمكانية وزنه مع التحكم الكامل في هذه المسارات بواسطة الريموت مع إمكانية حملها مباشرة بعد انتهاء الأمل. إما هذه الآلة تمثل كوحدة خاصة لاستحمام الأغنام، وتم تركيبها على مدخل الأغنام بحيث تسمح بتدفق المياه، وأثناء مرور الغنم من خلالها تكتمل عملية الاستحمام. إما هنا الآلة لا عبارة عن قفص استحمام، لكن هنا بتم إدخال الأغنام في حوض مليء بماء الصابون، والأغنام أول حاجة بتدخلوهم في قفص متحرك بتكون في الأعلى، وعند وصول الغنم إلى الحد الأقصى بتم قفل القفص، من ثم تنزل إلى أسفل داخل حوض الاستحمام، مباشرة بتضلوهم في فترة وجيزة. وهذه الوحدة هي نفس النظام الفات، بس هنا ما بدخلوا الأغنام داخل قفص، بل بتم إدخالهم بشكل منفرد واحد واحد مع القفص الكامل. وهنا بظهر لنا عملية التغذية الأوتوماتيكية من خلال نظام متكامل للحظيرة. أول حاجة بتم تفريغ الألف في وحدة الخلطة الرئيسية، من ثم تتم إضافة العناصر الغذائية داخل الوحدة، ومباشرة تنقل بواسطة الطيور إلى وحدة التوزيع الرئيسية، من ثم تتم عملية تفريغها داخل مسارات التغذية. وهذه الآلة أيضا هي وحدة مناولة مثل السابق، لكن تختلف في التصميم، وزي ما ظاهر هنا حاليا يتم تقليم أظافر الخروف أو الناجع. إما هنا تبدأ عملية تجهيزهم عشان ينقلوهم إلى أماكن الذبح والصلخ، وهي بتكون المصدخ أو التصدير وهي حية. وبعد ما تم الذبح تبدأ عملية التغطية على حسب الخطة التسويقية، مع العلم كلها تتم عن طريق مناشير قطع آلية، وفي النهاية تتعبئتها. نتمنى أنه ما تنسى تضغط لايك وتتابعنا. أشوفكم في حلقة قادمة. سلام.